حسب إحصائيات وزارة النقل، عدد السيارات في المملكة 11 مليون سيارة، وتزداد بشكل سنوي بمعدل 700 ألف سيارة. وتقوم وحدة فحص السيارات التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس بفحص السيارات المستعملة المستوردة الواردة للوحدة، وتم رفض جزء كبير منها، وهو ما يعرف بالسالفج. للحظة، تعرفون وش يعني سالفج؟ تعني أن المركبة تلقت أضرار واسعة النطاق بسبب تعرضها لحادث أو سلسلة من الحوادث، اصطدام أو تخريب أو غرق أو حريق، وسيكلف الإصلاح أكثر من 75% من قيمة السيارة الفعلية بالسوق. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أغلب الولايات تعتبرها سيارة غير صالحة للاستخدام ولا تسمح لها بالسير على أراضيها بسبب وجود بعض المشاكل الكامنة غير الظاهر واحتمالية تعرضها للأعطال أو الانهيار في أي لحظة. كذلك لا يمكن الوثوق بمستوى السلامة الموجود فيها. تمتلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 583 مواصفة قياسية خاصة بالمركبة تغطي جميع أجزاء المركبة الميكانيكية والكهربائية ومن ضمنها وسائل السلامة. قامت وحدة فحص السيارات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بفحص أكثر من 100 ألف سيارة في العام 1433. كذلك في العام 1434 تم فحص ما يزيد عن 61 ألف سيارة، وتم رفض ما يزيد عن 1025 سيارة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. لابد التأكد من تطابق رقم الهيكل على جميع المواضع في المركبة وعدم تعرضه للتعديل أو الإزالة. بعد كل هذا، قبل لا تستورد أي سيارة تأكد من حالتها، اللي يوضح لك التالي: أولاً المسافة المقطوعة، ثانياً طبيعة استخدام السيارة، تاكسي، تأجير، بوليس، اختبارات تصادم، تعليم قيادة، مستعادة بسبب عيوب مصنعية، معاد تصنيعها أو نقل ركاب، ثالثاً الحوادث ومكانها وشدتها، رابعاً الصيانة والقطع اللي تم تبديلها، خامساً عدد الملاك السابقين. كما وفرت الهيئة رابط خاص للاستفسار عن طريق موقعها الإلكتروني، ما عليك سوى إدخال رقم الهيكل. لمزيد من المعلومات زوروا موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة